التواصل يستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هذه انطلاقة الشوطين الثامن عشر ضمن انطلاقات هذه الفترة الصباحية وضمن انطلاقات هذا السن سن المفاريد. نتعرف وإياكم على المركز الأول، وهذا الشوط هو مخصص للمفاريد القعدان. المركز الأول والمقدمة هنا مع المصير لمسعود بن جار الله المكسور المري مع المصير مع قيادة هذا الشوط. المركز الثاني مشاهدينا الكرام هنا المتحد صالح بن محمد آل بن سعد النابة المري على المركز الثاني وعلى المركز الثالث. قدوم ووصول في هذه اللحظات من قبل الدبيل أو الديبل لسالم بن عبد الله البخيت على المركز الثالث وعلى المركز الرابع. وصول من المركز الرابع في هذه اللحظات من قبل الطام منصور بن علي الجحافي وعلى المركز الخامس. المركز الخامس من يحتل المركز الخامس مشاهدينا ومتابعينا الكرام من الجانب الأيمن. وين الوصول والقدوم في هذه اللحظات من قبل الكايد لحمد بن محمد بن خميس الزرعي. هذه النتيجة. نعود إلى مقدمة الشوط، نرجع وإياكم إلى القيادة. هنا مشاهدينا ومتابعين الكرام المقدمة مشاهدينا الأفاضل مع المتحد. المتحد ينفرد مع مقدمة هذا الشوط. المتحد يا سلام الله، المتحد اللحظات الأخيرة. ولكن شوف اللي واصل في المركز الثاني، من يصل على المركز الثاني؟ المتحد. ولكن هنا الديبل والمتحد، المتحد والديبل، الديبل والمتحد. الله قير الديبل مشاهدينا الكرام. هنا الديبل هنا يقير مقدمة هذا الشوط وينتزع هذا الناموس. تهانينا أيها الإخوة الأفاضل لمالك الديبل من احتل المركز الأول سالم بن عبد الله بن سعيد البخيت على المركز الأول. المركز الثاني وصل فيه المتحد لصالح بن محمد النابة المري، أما المركز الثالث وصل على المركز الثالث حشيم لسعيد بن راشد الزقيبة، أما المركز الرابع وصل على المركز الرابع زي لسالم بن حمد بن شطيط الفارسي، أما المركز الخامس فوصل على المركز الخامس الشبابي الهلال بن سعيد الحجري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، شهدنا وإياكم المنافسة حتى اللحظات الأخيرة. كانت المنافسة ما بين المتحد وما بين الديبل، ولكن الديبل هو من حسم الأمر. تهانينا لمالك سالم بن عبد الله بن سعيد البخيت على فوزه وتحقيقه بالمركز الأول في هذا الشوط. إذن هذا هو ملخص هذا الشوط. نشاهد وإياكم التوقيت الزمني. هذه لحظة تجاوز الديبل من الجانب الأيمن، وكانت القيادة مع المتحد، ولكن أتى الديبل واحتل المركز الأول وقطع المسافة في زمن وغدره دقيقتين 8:17 جزءا من الثاني. المركز الثاني وصل فيه المتحد، قطع المسافة مشاهدينا الكرام في دقيقتين 8:51 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لصالح بن محمد بن سعد النابت المري، أما المركز الثالث فوصل على المركز الثالث حشيم، قطع المسافة في زمن وغدره دقيقتين 9:05 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك حشيم سعيد بن راشد بن محمد الزقيبة المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.